قال أحد الناس: كنت في سنة 84 دخلت مسجدا فرأيت شيخا جالسا يعلم الناس العلم، قال: فتمنيت من ربي أن يجلسني مكان. قال: ما مر 20 سنة إلا وأجلسني الله مكان. فقال الآخر: طلبت الدين فأعطاك. وأنا والله قبل في 94 أو في 96 دخلت على رجل أطلبه بمال، فأخرج شيكا وقال: سأكتب لك شيكا. قال: فتمنيت أن يكون عندي دفتر شيكات. فلما صار عندي دفتر شيكات تذكرت أمنيتي السابقة، فشتان بين من يطلب الدنيا وبين من يطلب الدين. لا يغرنكم متاع الدنيا الزائلة، والله لجلسة في بيت الله خير من الدنيا وما فيها. جلسة على آية في كتاب الله خير من الدنيا وما فيها. جلسة فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ذهب الدنيا وفضة الدنيا وألماس الدنيا ومناصب الدنيا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من وراث النبي صلى الله عليه وسلم.